بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الكريم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وأنا في حرمه الطاهر وبجوار بيته العظيم وفي هذه البقعة الشريفة الطاهرة المباركة ومن أمام الكعبة المشرفة والمقدسة وفي هذا الوقت المبارك من ثلث الليل الآخر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل من يشاهد هذا الفيديو أو يسمع هذا الدعاء أو يؤمن عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لك ولوالديك ووالديهم وأهلك ومن تحب والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحل عليكم رضوانه ومغفرته ورحمته فلا يسخط عليكم أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل دين قضاء، ومن كل مرض شفاء، ومن كل داء دواء، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، وأن يحقق آمالك وأحلامك وأمنياتك، وأن يسعدك سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وأن يجعلك من أوفر عباده حظا ونصيبا وتوفيقا وسعادة، وأن يفتح لك أبواب الخير كلها، وأن يغلق عنك أبواب الشر كلها، وأن يحييك الحياة السعيدة الطيبة المباركة ومن تحب. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وجعلنا الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا. اللهم أقمنا مما نحن فيه من هم وغم وحزن ونكد وضيق وتعسر حال وغلبة دين ومرض وبلاء، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.